قبل ما ننتقل عند شيف حسين وتاخد تفاصيل اكثر ضمن ورشه ملاح، رح نروح كمان مره سوا بهالجوله على صاله السينما. ضمن افلام الاسبوع فيلم الفانتسي ذا دارك تاور عن رجل عم بيحاول يحمي البرج اللي بشكل ضمانه للكون، وبالتالي بيتعرض لحرب بين الخير والشر مع ادريس البا وماثيو ماكونهي. Who are you? It's you. You're a gunslinger, right? وفيلم الأكشن Six Days. أحداث الفيلم بتصير سنة 80، وقت اللي بيدخلوا رجال مسلحين إلى داخل السفارة الإيرانية بلندن وبيحتجزوا كل اللي بداخلها كرهائن، مع مارك سترونغ وجيمي بيل. وفيلم الحرب The Wall عن جنديين أمريكيين ما بيفصل بينهم وبين قناص خطير إلا حيط غير ثابت، مع جون سينا وأرن تايلر جونسون. The rifle is an extension of me. 1-2-5, 1-2-5, and I strike you down. I know where you are now. Hey kiddo, early bird catches the buck. والثريلر First Kill عن متعامل ببورصة وول ستريت بيضطر يتهرب من قائد شرطة عم بيحقق بقضية سرقة مصرف، وعم بيحاول العثور على المال المسروق ومقيدته بحياة ابنه، مع بروس ويلس وهيدن كريستنسن. وفيلم الأكشن Security عن حارس أمن عم بيحاول حماية سيدة عم بتهددها عصابة لأن شاهدة على قضية بالمحكمة، مع أنطونيو بانديراس، بن كينغزلي وجابرييل لارايا. وفيلم الكوميدي الفرنسي تل مير تل في عن أم وبنتها ما بيفارقوا بعض وما بيشبهوا بعض لغاية نهار اللي بيعيشوا فيه نفس التجربة مع بعض، مع جوليات بيناش، كامي كوتان ولامبير ويلسون. والفيلم الرومانسي The Big Sick عن حبيبين عم بيحاولوا يتعاملوا مع ثقافاتهم المختلفة خلال تأسيس علاقتهم، مع كوماي نانجياني، زوي كازان، هولي هانتر والنجم الكبير ري رومانو. I don't really get that. I know. I thought I could just start saying something and something small would come out. هيدي كانت الجولة على صالات السينما. بنرجع هلأ على الاستوديو. كنتوا عم تحضروا من عبكرة كبة كفتة، في بات، في باتنجان، في بينات بطر، ما تتكلوا علي. مين مع مين؟ رح ننتقل عند الشيف حسين ونتابع ورشة ملح. صباح الخير وتحية طيبة لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة تلفزيون المستقبل. اليوم في عنا ثلاث وصفات مثل العادة، عندي وصفتين مالح ووصفة حلو، بس صدقوني اليوم الوصفتين المالح كتير مميزين وكتير طيبين. عندي الباذنجان وأيضا في عنا اللحمة، يعني اليوم حلقتنا كلها محضرينها نحن بلحمة. طيب عندي أول وصفة مسقعة الكبة. مسقعة الكبة شو هي؟ حضرناها بأول فقرة وبتاني فقرة أنا وياكم بعد ما حضرنا الصلصة وفوتناها على الفرن على درجة حرارة 180، تركينا لحتى تغلي. أما هلا أنا وياكم خلينا ننتقل للوصفة الثانية، بس هون انتبهوا لشغلة، مش إنه حضرناها خلص ما بقى رح أخبركم عنها، لا، رح أرجع عدلكم إياها مرة ثانية ومرة ثالثة كمان، بس ولكن في عنا أطباق تركها لهلا لازم نفوتها على الفرن لتستوي معنا لآخر فقرة. أما هلا مشاهدينا في عندي الباستا أو كفتة بالباستا. الكفتة بالباستا كيف يعني؟ عندي هي الوصفة كتير طيبة وشوي غريبة. طيب عندي سباجيتي، أوكي؟ عندي سباجيتي. السباجيتي مني سلقة،
بعدها مثل ما هي. لكن مشاهدينا في عنا سباجيتي، السباجيتي بعدها مثل ما هي، ماني سلقها ولا مقرب عليها، اوكي؟ شلتها وبدي احضر الكفته. عندي كفته، عندي لحمه، حاطط للحمه بصله، وايضا حاطط كمان من البقدونس رشه صغيره، وحاطط رشه فليفله صغيره بتعطي نكهه كثير طيبه الفليفله مع هالخلطه. هون بقول لك كل المشاهدين اللي بيحبوا رب الحار فيكم تضيفوا لهالوصفه رب حار وتخلطوها كلها مع بعضها. لكن انا عندي الكفته حطيت لها فلفل اسود، رشه صغيره قرفه، رشه ملح، لحمه مفرومه ناعمه مع بصل، بقدونس وفليفله اخذت نكهه كثير طيبه. طيب بجيب باستا، انا حضرت كميه على جنب فوتهم على الفرن لحتى سوا. هاي المقادير قدامنا على الشاشه، اوكي؟ عندي السباجيتي بهالشكل، بيجي باخذ من اللحمه، لكن عندي اللحمه كمان بهالشكل منشكها، خلينا نشوف كيف منشكها بالباستا. اوكي طيب، لكن منشكها بهالشكل بالباستا. فيني اعملهم بشكل بول، وايضا فيني اعملهم بشكل اصابع حسب ما انتو بترغب. اوكي شك حبة تانية. طيب كمان برجع باخد كمية تانية من اللحمة، فيني اعملها ثلاثة بول، كمان شكيت لحمة كمان بعملها بشكل اصبع. عم نشوف كيف طلع عندي، طلع عندي بهالشكل. بحطه وبفوته على الفرن كمان على حرارة 180. لكن هيدا الصيخ الكفتة بالباستا ني سباجيتي، بحطهم على جنب لحتى اكسب وقت. شو رح اعمل؟ رح اجي احضر الصلصة، كمان نفس صلصة الباذنجان. عندي مي عم تغلي، رح احط معها رب البندورة، لكن ضفنا رب البندورة، بحرقهم مع بعض. هون بقول لكل المشاهدين رح يسألوني الباستا او السباجيتي بعد نية كيف بدها تستوي؟ رح تستوي مع الصلصة، بس نضيف الصلصة رح تستوي وتغلي مع الصلصة، منشيلها ومنقدمها. طيب منحط فلفل اسود كمان للصلصة مع رشة اوريجانو، بخلطهم مع بعض. كمان فيني جيبهم نحطهم لو هول مستويين، فيني حطهم حد بعض ما بيأثر. بهالوقت لتغلي الصلصة بعمل بعض سيخ كمان لحتى نفوتهم على الفرن لا يستووا. طيب اوكي كمان باخد كمية من اللحمة، لكن برجع بذكر كل المشاهدين اللحمة شو حاطين لها. حطيت فلفل اسود، لحمة مفرومة ناعمة، رشة ملح، قرفة، بقدونس، بصل، وايضا حطينا من الفليفلة. لكل محبي الحار فيكم تحطوا لها من رب الحار، رب الحار كمان بيعطي نكهة كتير طيبة، كان بتتبيلات طاووق او تتبيلة اللحمة، او حتى كمان بهالوصفة اللي عم نحضرها اذا حطينا رب الحار بيعطي نكهة كتير طيبة رب الحار مع هالوصفة. لكن عندي هاللحمة مثل ما عم نشوف عم نشكها بهالشكل، عندي الفليفلة بعدها نطرتنا، وعندي كمان البندورة بعدها نطرتنا. طيب هيدا السيخ كمان رح حطه، حضر فيه السيخ الناي. هلأ صار الوقت لحتى نجيب الصلصة. اوكي الصلصة صارت جاهزة لحتى نضيفها، بس قبل ما اضيف الصلصة شو رح اعمل؟ رح جيب فلايفلة. لكن مشاهدينا مثل ما عم نشوف عم بقطع الفلايفلة بهالشكل. شو بدي اعمل بالفلايفلة؟ الفلايفلة بدي احطها على الوجه
اوكي. الفليف اللي بحطها كمان بهالشكل. كمان رح جيب من البندورة. طيب وهاي البندورة كمان بدي حطها فوق الفليفلة. وهلأ صار لازم جيب الصلصة حطها فوق. اوكي هاي الصلصة ضفناها. طيب بالفرن الباذنجان بلش يستوي. منجيب الصينية تانية منحطها كمان بالفرن. طيب لكن صار في عندي صينيتين بالفرن، صينية فيها الباذنجان بالكبة والصينية التانية صار فيها الكفتة بالباستا. طيب بضل في عنا طبق أو وصفة. الطبق اللي بضل عنا هو الحلو. إذا ملاحظين صارنا كذا يوم الحلو نحن عم نتركه للآخر لأن عم نحضر وصفات حلو كتير سهلة وكتير كمان هالوصفة بحبوها الأولاد، اللي هي عندي زبدة الفستق مع رقائق الذرة مع العسل مع الحليب البودرة. لكن مكوناتها كتير صغار: حليب ناشف، عسل، رقائق الذرة وزبدة الفستق. هون المكونات رح أخلط أنا الحليب الناشف مع الزبدة مع العسل، أعملهم بشكل بول. بعد ما أعملهم بشكل بول رح حطهم برقائق الذرة كتير بحبها الطفل. أما هلأ برجع بعيد لكل المشاهدين مثل ما خبرتكم رح أرجع عدلكم على الكبة بالباذنجان أو مسقعة الكبة. طيب أول شيء جبت لحمة، لحمة بدها تكون هبرة. لحم الهبرة ضفت لها بصل مفروم ناعم، حطيت معها أنا دقة كبة وحطيت معها برغل أسمر ناعم، خلطتهم مع بعض. البرغل الأسمر بدنا نكون نحن مغسلين البرغل الأسمر ونرجع ندعكه مع اللحمة. إذا كانت اللحمة عم بستعملها للكبة، الكبة المقلية أو الكبة المطبوخة، بدي لكل كيلو من اللحمة كيلو برغل أو بدي 900 جرام من البرغل. أما إذا عم بخدها للنية، لكل كيلو من اللحمة بدي 500 جرام ل 600 جرام كمان من البرغل. وهون بقول لكل المشاهدين، للكل اللي بحب اللية أو بحب الدهنة بقلب اللحمة، طبعا اللية بتعطي نكهة كتير طيبة للكبة. يعني إذا جبت لحمة هبرة تكون هبرة كتير وحطيت معها شقفة لية تعطينا نكهة كتير طيبة، إذا ما حطيت شقفة لية ما رح تعطينا نكهة طيبة. لهالسبب اللي بيطيبها للكبة هي اللهية وأيضا الدهون. أوكي جبت لحمة هبرة ما فيها لية ولا فيها دهون، طحنتها كتير منيح، نعمتها، فرمت بصلة ناعمة ضفتها لقلون، دقت كبة رشة، رشة ملح صغيرة، برغل أسمر ناعم غسلته وضفتهم فوقهم. هون بين هلالين فيني جيب حبق أخضر كمان أفرمهم وضيفهم فوقهم، برش حامض كمان أبرش حامض فوقهم، وأيضا من المردكوش، ومنحطهم ومندعكهم كلهم مع بعض بناخد نكهة كتير طيبة وكتير رائعة. حصلت على هالكبة أنا، حضرت الحشوة، الكبة حطيتها على جنب، بيجي للحشوة. حطيت قلية على النار في بقلبها من زيت النباتي أو فيكن تحطوا زيت زيتون، ضفت اللحمة الخشنة، حطيت سنوبر، قليتهم مع بعض، صار عندي لكن عجينة الكبة وصار عندي الحشوة اللي فيها اللحمة وفيها سنوبر، ما حطيت بصل، رشة فلفل أسود ورشة ملح فقط لا غير. جبت الكبة عملتها بشكل بول، حشيتها بالحشوة، سكرتها وحطيتها على جنب، كفيت الكمية كلها سوا. جبت الباذنجان، قطعت الباذنجان شرائح، بكل باذنجانة حطيت أنا من بول الكبة وسكرتها بعودة خشب، صفيتهم بصينية وحضرت صلصة. طبعا الصلصة مثل ما حضرنا الصلصة هلأ كانت هي بندورة مطحونة، رب البندورة، نعنع يابس، أوريغانو، فلفل أسود ورشة ملح صغيرة مع قليل من الماء،
خلطتهم كلهم مع بعض، واخر شيء ضفت كريم فريش. لكل محبي الكريم فريش فيكم تحطوا كريم فريش، ولكن المقادير اللي مرقت قدامكم على الشاشه ما دخلها كريم فريش. لكن حطيت كريم فريش خلطتهم مع بعض، حطيتهم على الوجه وفوتت الصينيه على الفرن على حراره 180، تركها لحتى تستوي، وتقريبا الصينيه بلشت تشرف على نهايتها. اما الصينيه الثانيه حطيناها هلا بدها حوالي 15 دقيقه لحتى تستوي. يعني عم نحضر وصفات مع ست البيت ما بتاخذ كثير وقت، فيها تحضر هول الوصفتين مثل ما شفتوا بحوالي 30 دقيقه. اما وصفه الحلو بدها حوالي 3 دقائق راح نحضرها انا وياكم بعد البريك. خلينا نروح نحن وياكم مع بريك جدا قصير وبنرجع سوا.